الشمس والقمر كل
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
وفي الأرض
وأولئك أصحاب
وما تزداد
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما من بين يديه
حتى يغيروا ما بأنفسهم ويوسف